تواصل وزارة الصحة عملية إجراء أخذ العينات لفيروس كورونا لمجموعة من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين في مختلف مناطق المملكة، وذلك عن طريق خدمة الفحص بالمركبات بمركز الفحص في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، استمرارا للجهود المبذولة ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا وفي إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها المملكة للحد من انتشار الفيروس بما يحفظ صحة وسلامة الجميع. انطلاقا من مبدأ التعاضد والتكاتف بين أفراد المجتمع، ظهر معدن أبناء الوطن، فمن هذا المكان وبدرع أبيض يتصدى الأبطال لفيروس كورونا عن طريق خدمة الفحص بالمركبات بمركز الفحص بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات وأخذ العينات العشوائية من قبل جميع من يصل إلى هذه النقطة. دوري أنا أن أنا أسجل في السيستم أطلب الفحص حق المختبر حق فحص الكورونا، وأسجله في السيستم وأكتب أنه مثلا يعني أول مرة ولا ثاني مرة مسوي الفحص، وبعدين أنا أروح أسوي الفحص حق الأشخاص اللي في المركبات، ترافقني الممرضة برا عند السيارة، ناخذ العينة من الأشخاص ونحطها في المكان الصحيح ونحطها في الثلاجة اللي عندنا هني. أول ما يوصل المريض ناخذ بياناته، الرقم الشخصي إذا كان أول فحص ولا مسوي فحوصات قبل، ناخذ معلوماته الصحية إذا عنده أي مشاكل صحية، أي أمراض مزمنة، إذا كان مخالط ولا نتيجة الأولية كان مصاب، ناخذ العنوان ورقم التليفون. ان انا استلم الاستيكر من عند السيستر، استلمها واسجلها في ورقات الحضور حق السيائر اليوم بيون اليوم، واحط استيكر على العينه، واحط الاستيكر الثالث على الاعداد اللي راح تكون اليوم موجوده. هذه الخدمه التي تقدم عن طريق المركبات تهدف الى تسهيل اجراءات الفحص النهائي، ما يسهم في الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي المعلن عنها ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس. احنا متطوعين اليوم في هالمكان واقفين كحاجز منيع عشان نتصدى لهالفيروس من انه يوصل حق الأطفال وحق كبار السن اللي في المجتمع، لأن البحرين تستاهل وكلنا فدا البحرين. فخورة اني اكون متطوعة واني من ضمن فريق البحرين، ونشتغل ليل ونهار علشان نتصدى لفيروس كورونا في ظل هالظروف. احنا جنود الوطن ونلبي الواجب الوطني تحت قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وان نعطي الغالي والنفيس للبحرين. سألونا طبعا انتو ياكم مسج او شنو الموضوع، وبس من رويناهم مسج دلونا قالوا تفضلوا على هالمسار، وانتظرنا ومن وصلنا اخذوا كل المعلومات تبعنا. طبعا الاجراءات المرورية كانت ممتازة، طريقة الروتين كان واضح حق الناس اللي بتدخل، طبعا الوقت ما استغرق وايد، لبيت الطلب المسج اللي وصلني، فبس عشان اتاكد يعني حق صحتي، وهم بعد ان ما حد بعد يتعرض حق هذه الامور، ففي الاخير هاي احنا كلنا مجتمع واعي. هذا وتتواصل الجهود الوطنية المتكاملة والخيرة عبر استخدامهم مختلف التقنيات الحديثة بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، لتؤكد دائما أن صحة المواطن والمقيم هي دوما أولوية قصوى. استمرار لعملية الفحص من المركبات من قبل المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات يؤكد على الوعي المجتمعي من جهة، والفرصة الاستثنائية التي حظي بها المتطوعون لخدمة وطنهم كونهم هم الحاجز المنيع والدرع الواقي لصد هذه الآفة. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.